هذا وقد نظمت سفارة دولة الكويت والملحقية العسكرية في روما اليوم عملية الإجلاء الثانية لعدد 109 من المواطنين الكويتيين العالقين في إيطاليا، حيث شكلت وزارة الخارجية لجنة خاصة ووضعت خطة مرحلية حسب أولويات محددة لإعادة المواطنين. مع التزايد المطرد في أعداد المصابين والضحايا وإزاء تفاقم المحنة الصحية التي تمر بها إيطاليا حاليا جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وتلبية للتوجيهات السامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برعاية المواطنين الكويتيين المتواجدين بالخارج وإعادتهم إلى أرض الوطن، نظمت سفارة دولة الكويت والملحقية العسكرية في روما اليوم عملية الإجلاء الثانية لعدد 109 من المواطنين الكويتيين العالقين في إيطاليا منذ بضعة أسابيع، تنفيذا لتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، وحرصه اللامتناهي على سلامة المواطنين في الخارج وتأمين سرعة عودتهم بالسلامة إلى الكويت. هذه الدفعة الثانية، كل الشكر والتقدير إلى رئيس المكتب العسكري محمد الفضلي على جهوده. أول شيء أتقدم بالشكر الجزيل لسيدي صاحب السمو الأمير البلاد المفدى اللي ما أذخروا عنه صراحة أي شيء، والشكر موصول إلى سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور والقيادة العسكرية من أعلى هرم اللي هو رئيس الأركان إلى أغر رتبة. عملية الإجلاء تأتي أيضا انطلاقا من حرص القيادة السياسية البالغ على إعادة المواطنين الكويتيين بالخارج إلى أرض الوطن، حيث تعكف وزارة الخارجية الكويتية على العمل على قدم وساق في هذا الصدد، وشكلت الوزارة لجنة خاصة ووضعت خطة مرحلية حسب أولويات محددة لإعادة الكويتيين بالخارج، بدأت بالفعل في تنفيذ مرحلتها الأولى لإعادة العالقين في 4 دول هي لبنان وإيران وإسبانيا فضلا عن إيطاليا. نأمل أن لا نضطر إلى إجراء إجلاء قصري للحفاظ على سلامة وصحة ما تبقى من مواطنين، هذا راح يكون كله مرهون في الوضع الصحي. ناطرين بس نرد الكويت ونرد نشوف الوطن ونشوف الأهل ونرد نتقرب عندهم إن شاء الله. المواطنون العائدون أعربوا عن أسمى معاني الشكر والثناء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ولكل الجهود التي بذلت وتبذل من كافة الجهات المعنية. متشكر لدولتنا للفرصة هذه اللي عطتنا إياها، يعني إن ترجعنا بوقت هذا الصعب. عامة الشعب الكويت دائما ممنون لصاحب السمو أمير الكويت وولي العهد على المجهود اللي قاعد يبذلونه على أساس يأمنون سلامة والأمن ويطمنون على صحة المواطنين. تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد يعود اليوم إلى أحضان الوطن العزيز الكويتيون العالقون في إيطاليا بعد أن شملتهم السفارة والملحقية العسكرية في روما بكل الرعاية والاهتمام. مجدي عنبر لتلفزيون دولة الكويت من مطار فيوميتشينو الدولي بروما.